بيت شباب اتحطم الرقم القياسي بالنسبة لأقدم سيارة، وسجل السيد أنطوان رؤوف منعم رقم جديد بسيارة أوستن سنة 1934. هل رح يلتقي مين يحطم هالرقم عن جديد بدوما؟ أقدم سيارة برعاية ريمكو وكلاء نيسان وكاوازاكي. ايه عفوا وراها وراها يلا بدنا تبين السيارة بالكاميرا اعملوا معروف. وهلا أقدم سيارة مثل ما شايفين الوقفة عليها عن جد بتطول العمر، فكيف يا ترى القعدة فيها؟ بدنا نتعرف أول شيء على صاحب السيارة. أهلا وسهلا فيك يا خيي، الاسم الكريم. نعم طلع درغام. نعم طلع، من وين جايب يا السيارة؟ من البوار. واسم الله مشيت معك بشكل عادي؟ الحمد لله. طيب هالسيارة فينا نعتبرها نحن أنتيكية، يعني أنتيكة عتيقة يعني. عندك غيرها ولا هي؟ عندي ثلاث سيارات غيرها. وعندك شيء هيك وراء بدل على هالثلاث سيارات؟ معك صورة كمان؟ صورة. يا هلا فيك، الأطلي هوا شوي الله يرضى عليك، أعطيني هاي شوي للكاميرا. ثلاث سيارات كلهم مثل بعضهم بزيت الأقدمية بيتفاوتوا. هودي 30 وهيدي 28. هودي ثلاث سيارات للكاميرا عند نعم طلة درغام بالبوار. خي نعم طلة، هالسيارات هودي في منهم شيء للبيع؟ يعني مبدئيا مش ايه ولا يعني نفس رخوي شوي، ما فيش مانع ابدا. ايه نعم. واسعارهم فيها ناخذ فكره؟ مبدئيا كنت بامريكا من شهرين، انا طلعت على الاسعار تقريبا بين 40 و 50 الف وحده. 40 و 50 الف دولار؟ ايه نعم. يعني بدك تكون بعت له كارت شرف اللي بده يجي. اذا الله بريد. وانا بشوفها سبحان الله عاطي، يعني السياره خارج عروس. عم تلعب اللعبه شيء؟ اوقات من وقت لوقت بنظهرهم للاعراس. طيب هلا السيارات البين وينهم؟ تحت عندي بالجراج، في عندي وحده مار شارب اليوم بعرس. حامل عروس وماشي. وهلا انت شو ناوي تحمل معك وتمشي من دوما؟ بدي احمل ثقة الجميع وشكر بيت اهل دوما. وشكر ال بي سي مستر سيمون اسمر. يا ميت الف فيك سيمون اسمر، نحن ما لنا دخل. شكر الكل اكيد. عفيك. طيب نعم طلع درغام حامل راكب سياره موديل 1928. الكاميرا اذا بتقدر ترفقني، شيفرولي موديل 1928، بمعنى اخر تسجل معنا رقم جديد بفقرة أقدم سيارة باسم نعم طلة درغام، وبذلك بيكون الرقم القياسي اللي تسجل ببيت شباب باسم أنطوان رؤوف منعم أوستن 1934 تحطم. ونعم طلة درغام إلك الجائزة، جائزة أقدم سيارة بالأول على ال بي سي، وأنت بالتالي الأول على ال بي سي. وبدنا نعتذر شوية من السيارة لأنه الجائزة منا حرزانة على مستوى حق السيارة، بس على كل حال مثل ما بيقولوا شوفة خاطر أجرت الطريق مش أكثر. خي حنا عمول معروف، هالكيس الحلو هذا 50,000 ليرة جائزة أقدم سيارة، والرقم الجديد تسجل بدوما مع نعم طلة درغام من البوار. ومن أقدم سيارة ننطلق وننتقل إلى الطلة اللبنانية الأصيلة واللون البعلبكي الخالص، غنى من لبنان في قلبه وصوته، فإذا هو سابع يضاف إلى الأعمدة الستة، فيا هلا بعادل البزال.